بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الانطلاقة في الموضوع اليوم، أريد أن أنبه على نصيحة لي ولكم عسى أن نستنفع بها، وهي قول الشافعي رحمه الله، حيث قال: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان. يعني إذا أردت تحصيل العلم فعليك باتباع ستة نقاط مهمة، ألا وهي: ذكاء، حرص، اجتهاد، وبلغة، وصحبة أستاذ، وطول زمان. فعلى كل طالب العلم أن يصبر، وعلى كل طالب علم أن يجاهد، وعلى كل طالب علم أن يحرص حتى يصل إلى مراده إن شاء الله. موضوعنا اليوم هو موضوع جد مهم، يعاني منه العديد من الطلبة وأيضا العديد من العمال، ألا وهو موضوع الأناطومي، يعني التشريح. استدليت بمجموعة من الكتب ومجموعة من التطبيقات بهدف إيصال قليل، حتى يكون عندك قاعدات بيانات في هذا المجال. وسوف أتحدث اليوم إن شاء الله حول ليزوس، يعني العظام. وقد بدأت بالنسبة لليزوس، ثم بعد ذلك إن شاء الله راح نتحدث على الجواتير، ثم في الأخير راح نتحدث على نيميسك. كبداية بالنسبة لزوس، اخترت ليمومبر سيبيريور. راح نتحدث على ليمومبر سيبيريور، نجيبوها إن شاء الله من ليبول جيسكا لاما، نحاول نفصل فيها، وإن شاء الله راح تكون ذات يكون الشرح مفهوم إن شاء الله. ليمومبر سيبيريور يتكون من 4 لي بارتي أساسيين، 4 بارتي سون ريسبكتيفمون دو لا بارتي بروكسيمال جيسكا لا بارتي ديستا. عندنا كبداية عندنا ليبول، من بعد يجي لو برا، من بعد لافومبرا اي لاما. داكور، 4 ايتاب برينسيبال ولا 4 بارتي برينسيبال في لا مومبر سيبيريور، الطرف العلوي، فيه ليبول الكتف، فيه البرا، فيه لافومبرا، وفيه لاما اليد، الى حتى نصل الى اليد. بداية نبدأ موضوعنا اليوم او الفيديو تاع اليوم نخصه فقط بالنسبة لليبول، ثم بعد ذلك راح نتطرقوا لبارتي الاخرى. ليبول اون جينيرال يتكون، نشوف، يتكون من سكابيلا اللي هي لوموبلات اللي جايه اون اريير، اي الكلافيكي، الكلافيكي جايه اون افون. هادو لي دو كونستيتيو لي سنتير سكابيلار. داكور، عندك كلافيكي زيد لها سكابيلا لوموبلات، مع بعض يعطونا سنتير سكابيلار. كاينه حاجه اوسي بالنسبه للكلافيكي مع لوموبلات، عندهم ان ارتيكيلاسيون يسموها اكروميو كلافيكيلار، ان ارتيكيلاسيون يسموها اكروميو كلافيكيلار. سي سا اون جينيراليتي ليبول، عندك كلافيكي، عندك سكابيلا، وعندك الارتيكولاسيون بين تسموها اكروميو كلافيكيلار، ولي دو في زوج كلافيكي مع النوموبلات يعطونا سنتير سكابيلار. دو بلي نعرفوا بلي الكلافيكيل عندها سارتيكيل افيك لو مانيبريوم ستيرنال، باغ ان ارتيكولاسيون يسموها ستيرنو كلافيكيلار، ا بروكسيميتي ايميديات تاع لو بروميير بروميير كارتيلاج كوستال. داكور، et le ceinture scapulaire a marré le membre supérieur au squelette axial. لازم تعرفها انه الساتير سكابيلير ستادير كلافيكيل مع لوموبلات مع بعض يديروا ان غولاسيون ما بين المومبر سيبيريير و لو سكيلت اكسيال. داكور، مانتونو نحاولوا ندقوا بما يخص سكابيلا. داكور، ندقوا على سكابيلا، شا فيها شا ما فيهاش. قبل ذلك نعرفوا انه لي تيب تاع لي زوس كاين 5 تيب تاع لوس. داكور، 5 انواع من العظام. كاين عظام طويله، عظام قصيره، صديق اوس لون، اوس كورت، كاين اوس ايريغيليير، كاين اوس سيزامويديا، وكاين اوس بلا بلا مسطحه. لوموبلات تنتمي من نوع تاع اوس بلا دو فورم تريونغولار، مثلث، جايكم يعني شكل مثلثي. لوموبلات لازم تعرف انه لوموبلات هي اوس بلا، لازم عندها فورم تريونغولار. لازم تعرف اوسي او جايه في لافاس بوستيريور تاع الكاج توراسيك، جايه في خلف الكاج توراسيك، وجايه ما بين الدوزيام اي لو سيزيام كورت. داكور، هذه اللي لازم تعرفها بالنسبه للمطلات. حوست على الصور في مختلف الكتب، لقيت صوره مليحه تشرح المطلات بالتفصيل، وراح نحوس لكم عليها هكا وندير. تقريبا هذه هي الصوره اللي لازم تكون تعرفها بالنسبة للأومبلات. هذه سيتين لين ستادير ان فاس اونتيريور، وهذه سين فاس بوستيريور،
face antérieure, bien sûr, il y a une fosse qui s'appelle subscapulaire, d'accord? Mais la face postérieure, il y a une épine. Cette épine, c'est comme si elle divisait l'omoplate, t'atteint une fosse supra-épinière et une fosse infra-épinière. تحت الليبين وفوق الليبين. اللي لازم تعرفها اوسي في لومبلات لازم تعرف اللي عندها تروا اونغ تروا بورد، عندها ان بورد سيبيريور، عندها ان بورد ميديال، عندها ان بورد لاتيرال. اوسي بالنسبه للزونغ هاي من اونغ سيبيريور اونغ لاتيرال اي اونغ انفيريور. هذا اونغ انفيريور سي بليز امبورطون تكون تعرفوا تو لي مانيب، سيتادير كل مشغلي اجهزه التصوير الطبي لازم يعرفوا هذا الاونغ من جاي، بارسكو من بعدها بالنسبه لان بون تيريتوراكس يحتاج تعرف لونجل باش تكون عندك ان بون سونتراج. اذا تعرفها اوسي في النومبلات كاينه ان كافيتي، كافيتي يسموها كافيتي جلينويد. هذه الكافيتي هي وين يكون فيها ليميريس، لا تيت تاع ليميريس يصير لها ان ارتيكيلاسيون مع النومبلات، صحيح؟ داكور. تقريبا هذا واش لازم تعرف، لازم تعرف بلي لافان تاع ليبين تكون تيرميني با ان اكروميوم. هذا واش قرينا اون جينيرال. نرجعو دكا ليماج تاعنا الاولى باش نحاولوا نزيدوا نتوسعوا اكثر فاكثر، داكور. نرجعوا للليماج تاعنا الاولى، هذه الليماج تاعنا الاولى اللي كنا نهضروا فيها. سيتان هذه سيتان فاس اونتيريور، داكور. كاينه ان فاس بوستيريور الخلفيه، هاي هنا جايه لاترال، داكور. كاينه بالنسبه لا فاس هذه فيها تروا بورد، فيها ان بورد سيبيريور كما رانا كنا نقولوا، فيها ان بورد ميديان، فيها ان بورد لاترال. البورد سيبيريور عندك ان بورد ميديان، عندك ان بورد لاترال، داكور. لا فاس اونتيريور هذا اي فورمي لا فوس سو سكابيلير، داكور. الفاس اونتيريور تاع لومبلات شافي في فوس سو سكابيلير. اما لا فاس بوستيريور فيه دو ديفيزي اون دو، هذه لا ديفيزيون تاع لا بارتي بوستيريور تكون ليبين، سي سا ليبين. ليبين تعطينا او دوسي فوقها كاين ان فوس سيبرا ايبينيا، وتحتها كاين ان فوس انفرا ايبينيا. هذه اللي لازم تعرفها. بيان سور لازم تعرف باللي لا تيرمينيزون تاع لا تيرمينيتي تاع تاع ليبين تكون تكملنا بلاكروميوم، صحيح؟ تقريبا هذا اغلب واش نقدروا نشوفوا. ما ننساوش حاجه، ما ننساوش باللي سكابيلا فيها تروا اونغل كما قلنا، فيها ان اونغل سيبيريور، فيها ان اونغل انفيريور، فيها ان اونغل لاتيرال. واللي لازم تعرفه مليح مليح هو اونغل انفيريور باش تحتاجه من بعدها. لازم تعرف اوسي بلي لارتيكولاسيون ما بين نوموبلات ولا تيت تاع ليميريس تكون على لاد كافيتي كلينويديا، هاي الكافيتي كلينويديا، داكوغ. هذا هو واش تقدر تعرف في النوموبلات. تقريبا انا كملناها اون جينيراليتي. الان قدرنا نكملو الحمد لله بروميير بارتي بالنسبه للمومبر سيبيريور، على هدرنا على ليبول، وهدرنا برانسيبالمون على الأومبلات. إن شاء الله إذا عجبكم الفيديو وحبيتم نكملوا بهذه الطريقة، راح نتحدثوا الموضوع الثاني إن شاء الله على الكلافيكين. إذا كان الفيديو قد نال إعجاب الجميع فراح نتسرع باش ندير الجزء الثاني يتحدث على الكلافيكين ونكملوا مسألة ديبول. يسير هذا الموضوع. احنا تحدثنا احنا الآن على العظام من الناحية العادية، مازال ما تطرقناش من ناحية كيف نشوفوها في الراديو، كيف نشوفوها في السكانير، كيف نشوفوها في الديارم اتس. على العموم إذا كان الفيديو مليح راح نكمل إن شاء الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.